ورجعنا بعد الفاصل وعايزين نعرف من نورة مغامراتها الرهيبة بعد النيو لوك الفظيع. هتصدقي ولا مش هتصدقي؟ لا هصدقك. هتصدقوا كلكم انتصار. بس يوم اصل انتصار كانت على قديمه بقى من المسرح مع شاني والدنيا ايه شقاوه وهيبره ومعاكسه في الرجاله انا وتنكسي فيهم نهار اسود والشرف تام اخص عليكي غير عادي. ارجعي في الجمل دي بسرعه في مبقاش في كونتنت اروح بدايه. حرام عليكي يا انتصار. انا عموما هو ما اتجوزش غير لما سال برضه في المسرح يعني مفيش مشاكل. يعني المهم يعني اتاكد لو هتصدقوا اقول لكم اني ما بقتش اتعاكس. نعم والمصحف ودي حاجه الحمد لله. طب ايه رايك بقى لما كنت تخينه كنت بتعاكس اكتر؟ مش اه والله العظيم كنت. بس ايه معاكسات يعني ايه؟ تحس ان انت ده يعني ايه صاحبه شركه مقاولات. هو ايه اللي ها 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 بجد؟ اه والله العظيم ابقى ماشيه كده وحد يقول لي ايه؟ ايه العماره دي؟ اقسم بيضحك عليا انتصار. وبروح ايه اقول يا دنيا الله يخرب بيوتكم وغدا شد. فالمهم هو بيقول لي ايه العماره دي؟ قلت له طب اوعى بقى عشان دي قايله للصوت وتقع عليك تفرتك. ما انا برضه سن طويل يعني. وشويه شويه معديه مثلا في حته ثانيه يقول ايه؟ مين اللي رمى الاساس ده؟ يا ولاد ايه ده شايفين مثلا مفيش غير المقاولات مقاولات مقاولات. ما هو مش واخدين بالهم ان الجسم راح انما اللسان هو هو. ما يعرفوش يا حبيبتي ما يعرفوش. لا هو في برضه اللي انت بعديه اللي يقول لك نفسي اسكن في التالت. خليه يسكن. هو ده هيسكن في الارض وادوس فوقيه. اياميها يعني هروح مفرملان بطاطا. دلوقتي بقى خرجت من المقاولات دخلت على جنينه الحيوانات. ايه ده؟ فرس. فرس. قالت لك فرس. اه والله حاجه غريبه قوي يعني. هو انا ما فيش لازم تصنيفات كده حاجات تضايق؟ ما فيش يا فراشه ما فيش يا عصفوره ما فيش يا كتكوته. طبعا مش تنفع كتكوته اساسا. ده انا ايه ده طولك كده دعت ايه نورة طولك كده طويله بالهاي ديزاين ولا من غير هاي ديزاين؟ من غير هاي ديزاين. تخيل انا لابسه هاي ديزاين يعني 10 سنتي وانا المفروض ما البسش خالص هاي ديزاين. انا 170 100 حاجه 100 100 طول عمرك طويله. انا طول عمري طويل 170 وبلبس برضه هاي ديزاين 10 سنتي يعني ابقى احب ابقى كده. ما اعرفش امشي فاضي ابدا ابدا. انت برضه وانت زمان ايام ما كنت بقلوزه كنت تحبي الالوان وتحبي البديهات واموت واعرف كنت بتجيبي البديهات دي منين والكري وبتلبسي استريتشات. لا برضه ما اعرفش بتجيبي